مباراة تجمع بين منتخبين من أفضل منتخبات العالم، تاريخ كبير، إنجازات مهمة جدا، نجوم ولاعبين وأساطير وذكريات. ننتظر مباراة مشوقة في 90 دقيقة القادمة. مباراة منتظرة اليوم لمنتخب الديوك الفرنسي ضد منتخب الديوك الفرنسي. نستمتع معنا اليوم أعزائي المشاهدين بكرة القدم الدولية بين منتخبين كبيرين، حماس كبير، مشاعر وطنية عالية فوق أرضية الملعب. مبابي، نكولو كانتي، حلوة التسديدة، كانت قريبة من المرمى لكن عدت، لكن مرت، كان ممكن تكون هدف في اللقطة الماضية. حلوة الكرة إلى الطرف، فرصة لإرسال كرة عرضية، تدخل وافتكاك في منطقة الجزاء. الهجوم يتواصل مع المنتخب الفرنسي. نكولو كانتي في المرمى، هدف أول في هذا اللقاء. أصبحت الأمور أكثر إثارة، اشتعلت الآن، احترقت في هذه اللحظات. كرة خطيرة على المرمى، ذهبت للفريق الخصم. كانتي، وسام بن يدر، دفاع سيء الحقيقة، حارس أقرب بعد هذه البينية اللي كانت أقوى من اللازم. راحت الكرة من كانتي، أي رؤية، أي دقة، كن بمروعة قدم الكرة يا رب. كيليان مبابي يتقدم بالكرة للهجوم. نكولو كانتي، ضاعت الكرة من ماتويدي. بيرلا ميندي، فرنسا تلعب بشكل ممتاز على الطرف. حارس المرمى يقع في المحظور وقد يدفع الثمن فريقه. كومان بيلعبها، الله على الحارس. بيلعب الكرة إلى منتصف ال 18، تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. ممكن نقل الكرة، المساحة أمامه في هذه اللحظات. أوهو، ماذا يفعل الآن؟ هدف في منتهى الروعة، في منتهى الجمال. أي سرعة كانت، أي تحرك سريع، الله على التحول من الدفاع إلى الهجوم في الكرة المرتدة. سام ماكسيما، وسام بن يدر، كيليان مبابي، هجمة لمصلحة المنتخب الفرنسي. وسام بن يدر، كرة بينية خلف المدافعين، حلوة الكرة البينية. مارس يتصدى لكن لسه خطرة، لسه خطرة، يعود للخلف بالعرضية، تأتي سهلة إلى حارس المرمى. ليس في كل مرة عليه أن يكون المنقذ، بالتأكيد بتصدي غير عادي مثل ما شاهدنا قبل قليل عندما أنقذ الكرة اللي كانت صعبة جدا. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات.
خروج مميز من حارس المرمى، شجاعة كبيرة، افتكاك للكرة ينقذ فريقه من هجمة خطيرة. ماتويدي يقطع الطريق، كرة بينية فيها خطورة الآن، بيمر فيها بشكل ممتاز، بيعدي فيها من بيلعبها في مكان، تصدي ممتاز. وسام بن يدر، سام ماكسيمان، مبامبي، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. كرة خطيرة، فرصة هدف لمبابي، القائم يتصدى. كيليان مبابي، وسام بن يدر، كرة بتبعد من فاران، كومان، كانتي، كرة خطيرة على المرمى. نشوف الإعادة، قرار ممتاز من حكم الراية، على الرغم من أن الفارق كان بسيط جدا، لكن بالفعل اللاعب كان متقدم عن آخر مدافع. بتروح الكرة للخصم، كومان، الفريق يخسر مشروع هجمة. بليز ماتويدي، ماتويدي يفقد الكرة، كانتي بيخلصها، يا سلام على الاعتراض. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. وسام بن يدر بيلعب لكرة، تصدي ممتاز لحارس المرمى. كيليان مبابي، كومان، وسام بن بيعدي فيها، بمر بيعدي، كيليان مبابي، كانتي ينطلق بالكرة، يتقدم فيها، تناقل الكرة بهدوء، انتظار فرصة حقيقية للاختراق. فرنسا تلعب بشكل ممتاز على الطرف، مبابي، كرة متاحة للتسجيل، والكرة في المرمى من وسام بن يدر، لا يرحم هنا، يسجل بكل الوضعيات، بكل الطرق، فيه كل مواصفات الهداف الكبير. وسام بن يدر، مبابي، مبابي يرسل الكرة العرضية، كرة مقطوعة وتتخلص إلى ضربة ركنية، ركنية تنفذ في منتصف ال 18، رمية تماس لفرنسا، سام ماكسيما ممتاز في الضغط العالي، ما زال يحتفظ بالكرة. وسام بن يدر ياخذ الكرة في منطقة خطيرة جدا، فرصة للهجمة المرتدة الآن، تسرع فيها وبالتالي ضاعت فرصة الهجوم المرتد، الكرة أصبحت مع الخصم الآن. يقطع الكرة البينية، كان ممكن تكون خطيرة. كومان، بيرسل الكرة لوسط المنطقة، يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. وسام بن يدر، تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى، لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. بيرلا ميندي، فرنسا تلعب بشكل ممتاز على الطرف، سام ماكسيما، كرة في القائم، يا رب، جيروم روسيون، اعتراض ناجح من لابورت،
أجواء كبيرة في المدرجات في شوط منتخب فرنسا يعلن عن بداية شوط المباراة الثاني. فرنسا تلعب بشكل ممتاز على الطرف، يرسل الكرة، يا سلام على التصدي، ممتازة من هوغو لوريس. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة، حلو التدخل واعتراض الكرة. سام ماكسيمان، كومان، إلى رائعة للكرة والدفاع في الوقت المناسب. كيليان مبابي، كرة بتضيع، تمريرة ممتازة إلى الطرف. ماتويدي يفقد الكرة، كرة بينية فيها خطورة الآن، فرصة لوضع الكرة في الشباك، لا يمكن هذه الكرة، تصدي غير عادي من الحارس. كرة كانت صعبة جدا في اللقطة الماضية، لكن حارس المرمى في الموعد يبعد هذه الكرة من الدخول. تمريرة بعد الأخرى، وفي كل مرة إتقان شديد جدا. كرة بتبعد من فاران. شوط أول جيد في رأيي، قدم عرض مميز، كان ناجح إلى حد كبير في هذه المباراة. يا السلام على الكرة البينية من ماتويدي، مبابي بيرسلها. كرة ترتد من القائم، الكرة في المرمى، مرة تعدت. حارس المرمى، ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. وسام بن يدر، وسام بن يدر، تمريرات جميلة، كرة بشكل جميل، تدخل مثالي وإبعاد لكرة كانت خطيرة. دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق، الله على الكرة. فرصة والكرة في وضعية الهجوم، ديابي تصويبة لكن تجد الحارس في الطريق، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. بتروح الكرة للخصم، نقولوا كانتي، فرصة الآن، تصدي قوي. ما الذي فعل حارس المرمى؟ خطأ قد يندم عليه. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. نصف ساعة تفصلنا على صفرة نهاية المباراة. اعتراض لتمريرات كانتي. الهجوم يتواصل مع المنتخب الفرنسي. مبابي، قوة بدنية رائعة في الاحتفاظ بالكرة.
كيليان مبابي كيف راح يتصرف فيها؟ وسام بن يدر، مبابي، الكرة مع مبابي، تدخل قوي جدا في اللقطة الماضية يحتسب الحكم بانتظار قرار تأديبي من حكم المباراة. تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة، بمر فيها بعديه، هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. كيليان مبابي، كومان، فرصة الآن للكرة المرتدة، فريق لازم يستغل فرصة الكرة المرتدة. كانتي، فرصة هدف في هذه اللحظات، هدف في منتهى الروعة، في منتهى الجمال. أي سرعة كانت، أي تحرك سريع، الله على التحول من الدفاع إلى الهجوم في الكرة المرتدة. تمريرة باتجاه الجناح، كيليان مبابي، كانتي يتدخل، كانتي ينجح في كل مرة، في كل هجمة يقطع الكرات. تمريرة مقطوعة يا عثمان، ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. كيليان مبابي، وسام بن يدر، كرة بتعدي بوجه في المرمى، حتى صد الهرس، الخطورة مستمرة. بيرلا ميندي، هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، لديه فرصة لإرسال كرة عرضية، عند الكرة الآن، والحارس يشتت الكرة في هذه اللحظات. شوف التدخل، لكن الكرة بالطول بعد ذلك وبتتحول إلى رمي التماس. رافائيل فاران، عثمان ديمبلي، فرنسا تلعب بشكل ممتاز على الطرف. مبابي بيرسلها، الله على المهارة، حلوة التسديدة، كرة بتعدي بجوار القائم، كانت قريبة من هز الشباك. شوف الأسلوب، شوف اللقطة، كانت بحاجة للتوفيق فقط في اللقطة الماضية. بليز ماتويدي، جيروم روسيو، عند الكرة في مكان خطير، فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. مارسيال، التمركز كان خاطئ من المهاجم، وبالتالي حكم الرأي يعلن عن وجود تسلل. تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. يا السلام على الكرة البينية من ماتويدي، هدف في المرمى الآن، دخل منذ قليل، لم ينتظر كثيرا، لم يكن بحاجة إلى الوقت، وضع الكرة في الشباك. أي تبديل، أي عصا سحرية يملكها هذا المدرب، رائع كان هذا اللاعب في تلك اللقطة. كرة في مكان خطير، كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي، لوريس يتصدى لكن لسه خطرة، لسه خطرة،
كيليان مبابي. فرصة ضاعت وتحولت للفريق المنافس. بليز ماتويدي. راحت الكرة من كانتي. فرصة الآن. كرة مع المنتخب الفرنسي. هرنانديز. ثيو هرنانديز. تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. رمية تماس لفرنسا. بيرلا ميندي. كانتي. كانتي يفقد الكرة في هذه اللحظات. الهجوم يتواصل مع المنتخب الفرنسي. مبابي بيرسلها. ما يحدث مرتين يحدث للمرة الثالثة. أي شهية مفتوحة. هاتريك كبير للنجم الكبير. راحت الكرة من كانتي. ثيو هرنانديز. بليز ماتويدي. كيليان مبابي. فقدوا الكرة. إضافة دقيقتين إلى الوقت الأصلي بقرار من حكم المباراة. عثمان ديمبلي. مبابي بيرسلها. أوه هذه كلمته. وعلى الجميع الاستماع. وعلى الجميع الاستماع. يخترق ولدي المساحة. يتصد جوربا. الكرة في المرمى. الكرة تحرك الشباك. تحرك تنتهي المباراة التي كانت في المسمى مباراة. Still a martyr for the vision. Had to find my voice when them people wouldn't listen. Sacrifice my peace, knew my level double digits. Sacrifice my pride, rather die than lose my spirit. Had to take a minute, let my lyrics match my mind frame. Funny how these addies had me trapped inside a mind state. If I see the morning, I'm just happy I'm alive. Stomach cut from that I harbor deep inside. Still a broken glass, ain't no tripping over spilled milk. How many times you fake it just to show them you the real deal? How many you inspire leave you out the conversation? How many mini me's do it take to be the greatest? Let them take my flesh if it means I feed the nation. Let me kick my feet up and admire my creation. School of hard knocks, paid my dues and graduated. Come a long way from hopping fences at the station. Pull up my entrance like my exit, I just came to show face. Wins and losses made me humble, but I'm falling from grace. No more talking about the action when you're running in place. We made something out of nothing, just a regular day. We made something out of nothing, no applause for that. Mama do that every day and no rewards for that. Never tried, it was hard, so unfortunate. Scars heal, even when they say they're permanent. I was happy at my lowest cause I learned from it. I made hits at my sadness, had to earn from it. I might cut the Maserati just to learn in it. I might cut the Maserati just to swerve in it. Where do I begin? H-O-X-T-O-N, that's where I've been. I had to get it, ain't no slipping where I live. I had to wake them, they were sleeping on the kid. Wait, where do I begin? H-O-X-T-O-N, that's where I've been. I had to get it, ain't no slipping where I live. I had to wake him, they were sleeping on the kid. Cheap, this American life. Silly cape through on your confidence.
ceiling cave through, but the healing came too. So Sunday's best. Know that I don't take your requests, so love me till the day's done. Memories still with us. مباراة اليوم تجمع بين منتخبين يعتبران من أفضل المنتخبات العالمية، منتخبين بتاريخ كبير وغني بالبطولات والألقاب. ستكون المتعة حاضرة في هذا اللقاء. مباراة منتظرة اليوم لمنتخب الديوك الفرنسي أمام منتخب الديوك الفرنسي اليوم في هذا اللقاء الدولي. وعلى أرضية هذا الملعب لدينا منتخبين مميزين. ويضرب الآن كانتي، سان ماكسيمان، حلو التدخل واعتراض الكرة. وسام بن يدر، كيليان مبابي، كرة خطيرة على المرمى. كومان، افتكاك ممتاز في 18. بليز ماتويدي، بول بوغبا، كرة ثابتة في وقت مبكر جدا من المباراة. وسام بن يدر، مبابي في منطقة الجزاء يفتك الكرة بامتياز. يفتح اللعب على الطرف، كيليان مبابي، كرة بتبعد من أقدام لابورتي. عثمان ديمبلي، مبابي حاول يسدد الكرة الماضية لكن وضعيته ما كانت مثالية، وبالتالي كرة بعيدة بدون أي خطورة. إمريك لابورتي، كانتي، بينيه بشكل ممتاز من كانتي، خلص حارس المرمى. الله على الكرة، على التوقيت، على التدخل في اللحظة الماضية. الجماهير كانت بيجرب بيشوت، كرة كانت خطيرة لكن تصطدم في الدفاع. ستعود الكرة من زاوية الملعب، ركلة ركنية، كرة زاوية إلى العمق، بعيدة جدا كانت، وكان واضح أنه لم يتمكن من الكرة بشكل ماذا يفعل حارس المرمى؟ قد يدفع الثمن غاليا الآن. سام ماكسيمان يفقد الاستحواذ. مبابي، سام ماكسيمان، فرصة كبيرة للهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. جميلة الكرة البينية، الله على النظرة. سام ماكسيما، هجمة مرتدة مثالية في كل شيء، خطورة كبيرة يمتلك الفريق في الكرات المرتدة بهذه السرعة. الله على النهاية. سام ماكسيما يتقدم بالكرة للهجوم. وسام بن يدر، ضغط متقدم، استخلاص الكرة. بليز ماتويدي، كيليان مبابي، وسام بن يدر، وسام بن يدر قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. كيف راح يتصرف فيها؟ ممكن سلك الكرة العرضية خطيرة. رائع كانتي في التدخل واعتراض الكرة. بتروح الكرة للخصم. كومان، كرة باتجاه الحارس يمسكها بسهولة. فرنسا تلعب بشكل ممتاز على الطرف.
بول بوغبا، الكرة مع مبابي، تدخل اللاعب يفقد الكرة، كانتي، وسام بن يدر، كومان، مانينية تضرب الدفاع، فرصة محققة بالضيع، لكن شوف حكم الراية، الكرة كانت صعبة، هذه اللقطة اللي كان يتقدم فيها عن آخر المدافعين بفارق بسيط جدا. تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. وسام بن يدر. مبابي. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. مبابي إلى ماتويدي. بيسدد الآن. تسديدة قوية لكن الحارس لها بالمرصاد. بيلعب الكرة الوسطى تألق في بعض الكرة. رافائيل فاران. كانتي. كيليان مبابي يحاول أن يشكل خطورة. كرة خطيرة، فرصة هدف لمبابي. هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. كيليان مبابي. سام ماكسيما. وسام بن يدر. يا الله، مرونة غير عادية من لوريس. بيلعب ركنية قصيرة. بليز ماتويدي. جولو كانتي. بيخلص الكرة في مربع العمليات. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. عند الإمكانية هنا. عثمان ديمبلي. أي هجمة وأي هدف، أي كرة مرتدة مثالية، أي سرعة وأي مهارة في التحرك، أي انتقال من الدفاع إلى الهجوم. يا رب يا الله، تدخل نظيف يفتك الكرة بدون أخطاء. كيليان مبابي يفقد الكرة. يا السلام على الكرة البينية من ماتويدي. هدف يقلص الفارق، يعيد شيئا من الأمل. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. تمريرة ممتازة إلى الطرف. الهجوم يتوقف والكرة مع الفريق الخصم. بليز ماتويدي. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. الهجوم يتواصل مع المنتخب الفرنسي. بيلعب هلوب. أوه، ضاعت الفرصة، كانت قريبة. الله على كرة لوب جميل من فوق حارس المرمى، لكن عدت، مرت من فوق العارضة. معروف بتمريراته، اليوم يتقن هذا الأمر بشكل ممتاز. يفقد الاستحواذ. مبابي. تصويبة باتجاه المرمى. حاول يسدد الكرة الماضية لكن وضعيته ما كانت مثالية، وبالتالي الكرة بعيدة بدون أي خطورة. بيرلا ميندي. كرة بتعدي بوجه في المرمى. يحاول إيجاد الثغرة. ضاعت الكرة. فرصة تقليص الفارق. يا رب
هدف من كيليان امبابي. عندما تأتي الكرة مكانها الشباك يعرفها وتعرفه. الله على الهدف. كومان، وسام بن يدر، تدخل اللاعب يفقد الكرة. راحت الكرة من كانتي. كانتي بيني بشكل ممتاز من كانتي. هجمة بتضيع بدون أي خطورة. ينتهي الشوط الأول بفارق هدف في هذه المباراة الدولية الودية، مما يجعلنا ننتظر شوط ثاني مثير مفتوح لك. الشوط الثاني يبدأ مع المنتخب الفرنسي بيعدي وبيمر بالكرة. يتصدى لوريس. الدفاع بيشتت الكرة من خط المرمى. بول بوجبا يأخذ الكرة في منطقة خطيرة جدا. استعادت الكرة بعد ضغط ممتاز من الفريق. كيليان مبابي، اللاعب يعدي فيها بكل سهولة. متعني يا لعيب يا فنان. كيليان مبابي. لوريس يتصدى لكن لسه خطرة. يا رب على هذا التصدي يا لوريس. كرة صعبة جدا من مسافة قريبة جدا. إعادة اللقطة باستخدام تقنية خط المرمى توضح أن الكرة بعيدة عن المرمى، لم تتجاوز الخط. قرار سليم من حكم المباراة. تويد يقطع الطريق. سام ماكسيما كرة كان. هذه هي تصويبة لكن تجد الحارس في الطريق. بيلعب الكرة الوسط 18. كرة ثابتة وركلة ركنية جديدة. بيرفعها في وسط المنطقة. كرة خطيرة على القائم. قد تتسبب ماتويدي. كرة ترتد من القائم. الكرة في المرمى. مرت وعدت حارس المرمى. رباعية مقابل هدفين. الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. وسام بن يدر. مبابي الله على التصدي المثالي. كرة قصيرة. وسام بن يدر. اعتراض لكرة ماتويدي. ضاعت الكرة من ماتويدي. ممتاز في قراءة اللعب. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. مبابي. الله على اعتراض التسديدة. مر ساعة من عمر المباراة. دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. فرنسا تلعب بشكل ممتاز على الطرف. وسام بن يدر محاولة تقليص الفارق.
كروفت، كرة صاروخية يمنحها حارس المرمى. لعبها قصيرة في اللقطة الماضية. ماذا سيفعل الآن؟ ملعوبة إلى كانتي، فرصة الآن، اعتراض ناجح للكرة، فرص تتوالى مع ضربة ركنية أخرى. بيلعب تمرير أرضية. ليس باتويدي، كانتي، مدافع يقطع الطريق بكل فدائية. تمريرة ماتويدي لا تمر. وسام بن يدر، كيليان امبابي لم يفقدوا الأمل، ما زالوا يحاولون. هذه المرة كانت قريبة، القادمة قد تكون في الشباك. تمرير على الطرف، مبابي، فرصة والمساحة موجودة. مارس يتصدى لكن لسه خطرة. كانتي، كيليان مبابي، وسام بن يدر. ينتقلون بالكرة إلى الثلث الأمامي، بيعدي وبيمر بالكرة. كرة تفتقد. إلى التركيز، مرت الكرة الجانبية إلى ضربة مرمى. مدرب يلعب بكل الأوراق، يستنفذ كل تبديلاته في نفس الوقت. لا، رح نشاهد الدقائق المتبقية بعد هذا التبديل. تمريرة خارج الملعب، رمي التماس. رافائيل فاران ضاع الاستحواذ مرة أخرى، ينطلق بالكرة نحو المرمى. كرة بتبعد من أقدام لابورتي. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. نقل الكرة لازم يكون بشكل أسرع لاستغلال الكرة المرتدة. ما قدر ينفذ الكرة المرتدة بشكل مثالي. عثمان ديمبلي يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. بينية بشكل ممتاز من كانتي. نقولوا كانتي تألق في بعض الكرة. فتح اللعب على الأطراف، يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. كرة خطيرة على المرمى، لا توجد رقابة في الوسط. تعامل مع هذه الكرة لم يكن بشكل مطلوب. حارس المرمى وجد الكرة السهلة حقيقة بعد أمس أخيرة، مكنت بالمستوى. واضح غياب التركيز عند التمرير سبب انقطاع الكرة. كومان حاول يسدد الكرة الماضية لكن وضعيته ما كانت مثالية، وبالتالي الكرة بعيدة بدون أي خطورة. بليز ماتويدي، كيليان مبابي، أوهو، يهرب الكرة، مر فيها، طلب فيها، راح. يا لحيم، يا
مجنون يا فنان يا أخي، أنت كيف تلعب كيف تلعب؟ شوف كيف حطها، كرة مقطوعة عن طريق ماتويدي، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. فيو هيرنانديز، كرة مع مبابي، فرصة من جديد لكرة التعادل، والكرة في المرمى والتعادل يأتي. الدقائق الأخيرة، أي دراما أي إثارة أي هستيريا، أي جنون، التعادل في وقت قاتل، مستحيل. كرة القدم، أوهو، على كرة، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، ويضع الكرة في المرمى. الله على الإثارة، على الدقائق الأخيرة، على هدف التقدم، على الوقت القاتل في المباراة، هدف قد يعني الفوز، هدف خلص تقريبا على كل شيء في اللقاء. حلوة الكرة، كان ممكن التعادل في اللقطة الماضية، ما كانت بعيدة اللقطة، لكن ما زالت فرصة التعادل البحث عن التعادل مستمر. بليز ماتويدي، دفعة معنوية كبيرة جدا يقدمها الجمهور للفريق في هذه اللحظات، هم بحاجة لهدف وحيد حتى يتعادلوا. المباراة لم يتبقى فيها الكثير، أجواء مجنونة. يتقدم بالكرة باتجاه المرمى ماتويدي، كرة بترجع عند الحارس كانتي. كيليان مبابي، جماهير تحاول بأن تدفع الفريق في الدقائق الأخيرة، ممكن هذه، ممكن كرة التعادل، حارس يحافظ على تفوق فريقه، يمنع هدف التعادل بتصدي ممتاز في هذا التوقيت. فرصة كان ممكن تشكل خطورة، لكن قرا بشكل سليم. فرنسا تسيطر على الكرة في هذا التوقيت، وهذه فرصة ممكن تكون الأخيرة، بداية نقل الكرة بشكل ممتاز للهجوم. حارس المرمى يتعامل بشكل ممتاز مع البينية، يتفوق على المهاجم. كومان، كرة هدف في هذا التوقيت، لكن بضيع الفرصة، فرصة كانت لقتل المباراة، لتعزيز التقدم، كان ممكن يلعب براحة أكبر. إذا تأتي صافرة كيليان مبابي.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام من ملعب مرسيدس بنز ستاديوم. فارس عوض محدثكم من كابينه التعليق في تغطيه لمجريات هذا اللقاء، لحظات على بدايه هذه المباراه في اطار منافسات سكواد باتلز، مباراه مرتقبه وننتظر منها الكثير من النديه. نعرف وكره باتجاه المرمى، كره سهله في متناول حارس المرمى، الضغط الجيد يساعد الفريق على استعاده الكره. هنا في مكان خطير، تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. ليمار محمود داود، ماذا سيفعل الآن؟ كرة بينية خلف المدافعين، ليمار فرصة هدف الآن، شجاعة كبيرة من الدفاع يتصدى الكرة، فرصة متاحة، المباراة تبدأ بالتحام قوي. لسه نقول يا هادي حكم المباراة يحتسب الخطأ. محمود داود، حكم الرأي يشوف ان فيها تسلل بالرغم من الاحتجاجات الكبيرة من اللاعب محمد صلاح. جيمي فاردي، توماس ليمار، ليمار بيرسلها، يا سلام على اللقطة، على التسويبة، لعبها صح بكل دقة بكل قوة، مرت الكرة، عدت الكرة، ضاعت الفرصة. هانسن، عدة تمريرات بعرض الملعب بانتظار ثغرة، بانتظار كرة بينية. ليمار، قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. اوهو، هدف يكسر النتيجة السلبية، افتتح المباراة، الضربة الأولى، منافسة ستبدأ الآن، مباراة بنقطة تحول في هذه اللحظات. وتصويبة خطيرة، حارس المرمى يقوم بالمطلوب، يتصدى لهذه الكرة، يبعد الخطورة.